صباح الخير، صباح النشاط، صباح الطاقة الإيجابية، صباح الرياضة. اسمي لوسين واليوم راح أعطيكم التمرين، واليوم معنا فارس. سعد صباحك ومحمد، سعد صباحك. طبعا قعدتنا في البيت عم بتخلي كتافنا ورقبتنا أكيد بتوجعنا، قعدة المكاتب دائما أريح. تمارين اليوم راح تكون تريح الكتاف ونقوي الإيدين وبنفس الوقت نحرك المفاصل اللي متيبسة اللي زمان ما تحركت. نبلش أول إشي جري خفيف حتى إنه نرفع درجة حرارة الجسم، نحميه، عضلات البطن مشدودة، الكتاف للخلف. طبعا إحنا معانا روبر باند، هاي بسهولة بتقدروا إنكم أنتوا تجيبوها، استعملوا مطاطة أي نوع حتى يكون إنه عندنا إيش، مقاومة. أوكي نبلش سبتاج، هنمسك المقاومة، رح نلفها شوي صغير حتى إنه نصعبها. إحنا رح نلف للخلف وللأمام، للخلف وللأمام. آخر مرة. أوكي نوقف محلنا، مشي لنفتح للخارج. المسافة بين إيدينا بدها تكون أوسع من الكتاف بشوي، الكف تحت مستوى الكتف بشوي، هيك غلط هيك صح. نرفع الظهر للأعلى كمان أربع عدات. طبعاً أول تمرين عملناه لنعمل من 15 ل 20 عدة، هذا التمرين الثاني برضو من 15 ل 20 عدة، بس عشان الوقت أنا بفضل إنه اليوم نورجيكم بس جولة واحدة. أوكي جري، رح تعملوا من كل تمرين 15 ل 20 عدة ثلاث جولات. كتاف للخلف، ابتسامة الصباحية موجودة، حمينا. هلا رح نوقف مكاننا، رح نشد بهاي الطريقة، إيد اليمين للأعلى شمال للأسفل. إذا ملاحظين الحركة بدها تكون من مفصل الكتف مش من الكوع، انتبهوا. أوكي نبدل، أهم إشي إنه تكون الركب مرتخية، ظهر مرفوع، عضلات البطن لجوا. أربعة، ثلاثة، اثنين، واحد. أوكي جري، لهلأ عملنا ثلاث تمارين، دوران بذراعين للخلف وللأمام، مسافة بين الذراعين للأعلى بهاي الطريقة 15 ل 20 عدة ثلاث جولات. تمام، تمرين الرابع رح ندعس على المطاطة بهذا الشكل، نعمل تمارين تقوية للذراعين، ثنائية الرؤوس، بايسب. رح نسحب الباند بهاي الطريقة، الكتاف للخلف، زفير لما نرفع للأعلى، برضو 15 ل 20 عدة على ثلاث جولات. آخر مرة هلأ. أوكي تمام، هلأ رح ندعس برجل وحدة، تمرين الوراء رح يكون للعضلة ثلاثية الرؤوس ترايسب مع الكتف من الخلف. أنا رح أسحبها شوي أشدها لأني قوية أوكي، فرح نسحب للخلف بهاي الطريقة. كل ما نزلنا إيدينا لتحت وأخذنا المقاومة من الأسفل كل ما صار في مقاومة أكثر. الظهر مفرود والإيدين برجعوا مفرودين للخلف، أهم إشي إنه ما نقوص ظهرنا بهاي الطريقة، نفرده ونمطه للأمام. عضلات البطن مشدودة، أعطوني كمان سبع عدات، ستة، 15 ل 20 عدة على ثلاث جولات، آخر واحدة. أوكي تمام، هلأ كمان مرة حذكرهم في التمارين، نعمل جولة تانية كلها عملناها، جاهزين؟ هاي الجولة الثانية عشان إذا حدا ما لحق التمارين من أولها 15 ل 20 عدة. أوكي نثبت محلنا، نفتح بهاي الطريقة، إيدينا تحت مستوى الكتف بشوية صغيرة، الكوع بيأشر للخارج، الكتاف هيك غلط هيك صح، وما ننسى الابتسامة. التمرين اللي وراه رح يكون نفتح بهاي الطريقة، إيدنا للأعلى وإيد للأسفل، الحركة من مفصل الكتف زي ما قلت هيك غلط، بدها تشد من الكتف. 15 ل 20 ونبدل. طبعا رح تحسوا بالكتاف من الخلف
والظهر من الأعلى. أربعة، ثلاثة. أوكي، هلأ تمرين وراء بايسب، رح ندعس على المطاطة بهذا الشكل. كيف وضعنا؟ تمام؟ نشاط وحيوية. 15 ل20 عدة على 3 جولات. ما رح أكثر كثير عدد عشان لحق نخلص التمارين كلها وتشوفوها. تمام؟ تمرين الوراء اللي عملناه، هندعس برجل واحدة للعضلة ثلاثية الرؤوس اللي هي الترايسب. مد ظهرنا للأمام. إيدينا مفرودين من مفصل الكتف بهذا الشكل. 15 ل20 عدة 3 جولات، دائما فترة الراحة بين كل جولة وجولة 30 ثانية، ممكن ل 45. اوكي، تمرين الوراء رح ندعس به رجل واحدة بهي الطريقة. رح نمسك هيك. تمام؟ رح ندفش للأعلى بهي الطريقة. لما ننزل الكوع يكون على مستوى الكتف أو تحتي بشوي، عضلات البطن مشدودة ونفرد للأعلى. الكف ننتبه له، طلع علي، الكف هيك غلط، لازم يكون هيك. نكلز هدول بيأشروا للسقف. 15 ل20 عدة، بعدين رح نعمل على الجنب بهي الطريقة. للأمام. إذا ملاحظين عم ناخذ كل الاتجاهات منمرنها في مفصل الكتف. العضلات المحيطة بمفصل الكتف عم نشتغلها كلها. رح نبدل. ندعس على المطاطة، إيدنا من هون. الكف زي ما حكيت لكم هيك غلط، هيك صح. تمام؟ يلا. كونا على مستوى الكتف أو لتحت شوي. كمان عدتين. هلا للجنب، جاهزين؟ من مفصل الكتف، الكوع مرخي، زفير لما نطلع للاعلى. طبعا هاي تمارين شد ونحت للكتاف وتقويه. طبعا 15 ل20 عده، 3 جولات. للامام. نتذكر إنه الظهر مرفوع، الكتاف راجعين للخلف. كمان 3 عدات. آخر واحدة. أوكي، برافو، تمام. جاهزين؟ هلا رح ندعس عليهم بالتنتين بهي الطريقة. ورح نطمن، رح نشتغل الكتاف من الخلف. نسحب بهي الطريقة. كل ما كان الظهر مفرود كل ما استفدنا أكثر. كمان واحدة. أوكي، نريح. أهم إشي زي ما حكينا نلتزم بالثلاث جولات. نعمل ستريتش بس نخلص هاي التمارين. نتذكر إحماء، تمارين موبيليتي تحريك ذاتي، تمارين تقوية اللي عملناهم هلا 3 جولات 15 ل20 عدة، راحة بين كل جولة وجولة 30 ل45 ثانية، وبعدين نعمل إطالة. بلش بالكتاف بهذا الشكل. أهم إشي الكتف يكون لتحت ونسحب ومنجيب الرقبة على الجهة الثانية. يعني إذا إحنا إيدنا اليمين المفرودة بدنا نحط الرقبة على اليسار. من 30 ثانية لدقيقة. Very good محمد. بدل. من 30 ثانية لدقيقة. هلا استرتش رح نعمله للترايسب اللي هي العضلة الثلاثية. من هون رح نمسك ايدينا ونشد ونبدل. اخر تمرين ستريتش للعضله اللي اشتغلناها اللي هي البايسب، هاي ثنائيه الرؤوس، الابهام لتحت ونضغط بهذا الشكل. يعطيكم الف عافيه، ان شاء الله اليوم تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا بالتمارين. بنشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه. شكرا.